حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. محمد عبده، فنان تأثر بالبحر فأخذ منه الكثير، يمتلك من الموهبة ما أهله أن يحصل على لقب فنان الخليج ثم فنان العرب، وهذا اللقب حصل عليه بعد جهد ومعاناة منذ طفولته، ولكن عندما قرر أن يصبح مطرباً كان طريقه ممهداً لما يمتلك من مقومات صوت وطبقات عالية ومميزة وأداء هادئ وعذب، فهو يستطيع أن يتغنى بأصعب الأغاني بسهولة. لم تتوقف موهبته عند هذا الحد، بل امتد إلى التأليف أيضاً، وظهر هذا واضحاً في مسيرته الغنائية. اليوم ومن خلال التقرير التالي سنسلط الضوء على الفنان محمد عبده. مسيرته الفنية ناجحة جداً ولم تتخللها أي مشاكل فنية، فقط بعض الأزمات الأسرية والشخصية والتي سنتحدث عنها بعد دقائق، فتابعونا. إذا كانت هذه هي المرة الأولى لكم في قناة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضاً لا تنسوا عمل إعجاباً للفيديو. ولد محمد عبده عثمان آل دهلي العسيري عام 1948 في قرية الدرب الواقعة جنوب المملكة العربية السعودية. ذاق مرارة اليتم صغيراً حيث رحل والده وهو في السادسة من عمره. عاش رحلة من الفقر والعوز، حتى إنه عاش فترة في رباط خيري هو وشقيقه بمنحة من الملك السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز، وتلقى مساعدات خيرية إلى أن استطاع أن يدخل المعهد الصناعي وتخصص في صناعة السفن، في محاولة منه لتحقيق حلمه القديم أن يصبح بحاراً مثل والده، ولكنه كان مولعاً بالفن والغناء ما أخذه إلى بحر النغم. بدأ فنان العرب محمد عبده رحلته الفنية في الستينات وبالتحديد عام 1961، وكانت بداية مبكرة وهو طالب في المعهد الصناعي بجدة التي تخرج فيها عام 1963، حيث كان محمد عبده ضمن أفراد بعثة سعودية متجهة إلى إيطاليا لصناعة السفن، وتحولت الرحلة من روما إلى بيروت، وفي تلك الأثناء كان يغني ويدندن، فسمعه الفنان عباس فائق غزاوي فطلب منه أن يغني في الإذاعة في برنامج بابا عباس، وبارك هذا الاكتشاف الشاعر السعودي المعروف طاهر زمخشري. ثم سافر محمد عبده من جدة إلى بيروت برفقة الغزاوي وزمخشري، وهناك تعرف على الملحن السوري محمد محسن ليقوم بتلحين أول أغنية خاصة بعد أن غنى الكثير من أغاني من سبقه، وكانت بعنوان خاصمت عيني من سنين، وهي الأغنية التي حققت نجاحات كبيرة، ليدخل عالم الغناء بقوة ويقدم مجموعة من الأعمال الغنائية المتميزة من ألحان العديد من الموسيقيين أمثال طارق عبد الحكيم وعمر كدرس، حتى وجد محمد عبده نفسه في حاجة إلى القيام بالتلحين لنفسه، فخاض التجربة وكانت أغنية خلاص ضاعت أمانينا مدام الحلو ناسينا التي قدمها على العود والإيقاع دون أي توزيع موسيقي، وكان نجاح هذا اللحن تشجيعا لمحمد عبده على خوض التلحين الذاتي بقوة. بعد ذلك حصل على لقب مطرب الجزيرة العربية، حيث أضاف حينها إيقاعاته الرائعة إلى قصائد الشاعر الأمير خالد الفيصل ليشكل أغاني مميزة، منها يا صاح، أيوة، سافر وترجع، ثم ظل يقدم الأعمال المتميزة ومن نجاح إلى نجاح آخر حتى أقيمت حفلة في تونس، وفي تلك الحفلة أطلق عليه الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة لقب فنان العرب. ومن الأعمال الغنائية التي قدمها الرسائل، بنت النور، شبيه الريح، واحشني زمانك، اسمحيلي بالغرام، القلوب أصحاب، وأغنية أبعاد. وهذه الأغنية من أول ظهور لها حققت نجاحا كبيرا وساعدت على انتشار الأغنية الخليجية إلى العالم العربي، وشجعت مطرب إيراني يترجم كلماتها للغته ويغنيها بصوته، فأصبحت أغنية عالمية مميزة. الأماكن كلها مشتاقة لك هي أحد أشهر الأغاني للفنان محمد عبده، والتي استطاعت أن تجد طريقها لقلوب عشاق الغناء العربي، لا زالت حتى اليوم تتمتع بشعبيتها الخاصة ومكانتها عند عشاق الأغنية العربية. غناها فنان العرب أول مرة في عام 2005 في
في مهرجان جدة، واستطاعت أن تخلق لنفسها مكانة كبيرة بين الجماهير. ولم تتوقف القصص حول كتابتها وغنائها، حتى زعم البعض أن الفنان محمد عبده غناها لمحبوبته التي هجرته، إلا أن الحقيقة أنه غناها لنجله عبد الله عند وفاته. وجدت صداها في الوطن العربي، ولم يتوقع فنان العرب أن تكون سببا في رسم البهجة رغم الحزن الكبير في كلماتها، والذي حكاه محمد عبده عن أحد المواقف التي تعرض لها خلال سفره لإحدى الدول، حيث وجد أحد الركاب على الطائرة يشكره بشدة، لا تقتصر على شكر أو إشادة معجب بأغانيه. ونتيجة حالة الامتنان والشكر من الرجل، سأله محمد عبده عن السبب، والذي أخبره أن والدته تعرضت لفقد زوجها ونجلها شقيق هذا الرجل، حتى دخلت في نوبة لا تستطيع معها البكاء أو الحركة، ولم يتبقى منها غير حركات العين، حتى سمعت أغنية الأماكن والتي جعلتها تدخل في نوبة من البكاء، حتى نصح الأطباء بتشغيل الأغنية لها بصفة مستمرة لتستطيع البكاء والخروج من حالة الحزن التي تعيشها. خلال مسيرته الفنية اعتزل الفن لمدة 8 سنوات، ولكنه لم يكن اعتزالا بالمعنى الحرفي، فقد كان توقفا فقط عن الظهور في الحفلات الغنائية، وكانت لعدة أسباب خاصة، منها وفاة والدته، وأيضا مراجعة لما قدمه وما سيقدمه. ومع ذلك فقد قدم حينها أنشودة المطر التي فكر فيها كل طاقاته اللحنية، وقدم أيضا البرواز، وقدم عدة جلسات مسجلة أنزلها على شكل ألبومات تحمل اسم شعبيات، كما قدم ألبومات وطنية تحمل صورته بلباس عسكري، وكان يشارك بشكل سنوي في مهرجان الجنادرية، ولحن وقتها العديد من الأوبريتات. أما عن حياته الشخصية فقد تزوج مرتين، الأولى من سيدة لمدة 26 عاما وأنجب منها 8 أولاد، هم نورة وود وريم وهيفاء وعبد الرحمن وبدر ودلال وعبد الله، ثم انفصل عنها ليتزوج من سيدة فرنسية من أصل جزائري، ويرزق ب3 أولاد هم خالد وعالية والعنود. عزيزي المشاهد، وبعد استماعك لتقرير اليوم، هل كنت تتوقع أن أغنية الأماكن وراءها كل هذا الشجن والحزن؟ إذا أعجبك الفيديو أخبرنا في التعليقات، واضغط زر الإعجاب، واشترك في القناة، ولا تنسى تفعيل الجرس ليصلك كل جديد لدينا.